طيب معانا واحد من نجوم التحليل في العالم العربي، واحد من النجوم اللي انتوا كلكم بتحترموا آرائها وبتحترموا كلامه اللي بيقوله، لأنه هو متوازن، ما عندوش أبيض وعندوش أحمر وما عندوش أي انتماءات، لكن عنده انتماء طبعا لنادي الإسماعيلي. كابتن خالد بيومي نجم التحليل في الوطن العربي، برحب بيك اللعيب على ام بي سي. ربنا يخليك يا استاذ، اخبارك يا كابتن مهيب؟ منور الدنيا. تحياتي ليك وتحياتي لكل الساده المشاهدين، وكل سنه وكل مصر طيبين. بس اسمح لي في الاول بس برقيه تعازي بس الشهداء في سينا طبعا، من خلالك ومن خلال برنامجك، ورب كده يسكنهم فسيح جناته وهم شهداء، ويسكننا احنا بس الصبر والسلوان يا رب، والاهليهم يا رب يا رب يا رب يا رب. البقاء لله لكل شهدائنا طبعا، اللي اكيد بيعملوا حاجات عظيمه عشان احنا نبقى قاعدين القعده دي والناس شايفينها. اكيد. طيب يعني انا كنت قبل ما اتكلم على مباراه دوري ابطال اوروبا وفوز ليفربول على بورتو وفوز توتنهام على مانشستر سيتي، لازم اكلمك على مباراه الاهلي، لان اللي حصل مع النادي الاهلي في سان داونز ده غير طبيعي وغير مبرر، واعتقد الناس اللي بتطلع تبرر هزيمه النادي الاهلي وتتكلم في حاجات غير الكرة ده مش موجود، لأن الأهلي راح بطيارة خاصة. الساعة البيولوجية والساعة الأوتوماتيكية الكلام ده مش موجود، لأن نفس توقيت جنوب أفريقيا وتوقيت القاهرة. مباراة سان داونز دائما وأبدا بتتلعب الساعة 3، حتى الزمالك لما لعب سان داونز في النهائي اتلعب الساعة 3. سان داونز مش هو الفريق الأقوى في أفريقيا عشان يفوز على النادي الأهلي بخمس أهداف دون رد. أنا أتفق معك في كل الكلام اللي أنت قلته، إن طبعا نتيجة غير مبررة خالص بالنسبة لتيم النادي الأهلي ولا الجهاز الفني النادي الأهلي. نتيجة غير منطقية لمستوى وأداء النادي الأهلي وقيمة وإمكانيات لعيبة النادي الأهلي، وخصوصا لو اتكلمنا عن النادي الأهلي يعني في الوقت الحالي من الأندية اللي بتصرف بالملايين، مش عشان الدوري المصري فقط لا غير، ولكن عشان دوري أبطال أفريقيا. المباراة لها ظروفها الخاصة، اللي يتحملها الجهاز الفني بالكامل بما فيهم لاسارتي، لأنه طبعا هو المسؤول عن التشكيل وهو المسؤول عن تجهيز اللاعبين فنيا ونفسيا. معلش أنا آسف طبعا الخطأ ده يعني، إنما أنا طبعا واثق إن يمكن حتى لو كان لاسارتي شاف فريق سان داونز ممكن يكون شافها مباراة مباراتين على آخر مباراتين لعب في فريق سان داونز. المباراة الأخيرة إن تعادل فيها 0-0 مباراة في الكأس، ولو كان أراها يعني هي الكارثة الأكبر لو كان شايف المباريات لسان داونز، لكن أنا وجهة نظري إن هو ما تابعش فريق سان داونز بشكل جيد، لا من حراس المرمى ولا من خط الدفاع ولا طريقة أسلوب لعب الفرقة ولا التكتيك ولا الإمكانيات الفنية الموجودة. يمكن سان داونز شاف له 6-7 مباريات من النادي الأهلي وشاف إن عنده بعض الأخطاء وبعض الدفوات، واللي ساعد على كده التشكيل لسارتي من البداية، تشكيل خاطئ، اللعب بأسلوب لم يعتاده النادي الأهلي بأربعة ثلاثة ثلاثة بدون محطة موجود على نص الملعب غير نص الملعب اللي هو ناصر ماهر او اي لعيب اخر يكون عنده القدرات الخاصه. النقطه الثانيه تغييرات في بعض مراكز اللعيبه مؤثر جدا جدا برضه، لا تتناسب مع حجم وامكانيات النادي الاهلي في مباراه خسران فيها 2-0. ثلاثه التغييرات اللي عملها اثناء المباراه تغييرات لا تدل على ان لاسارتي فعلا حاسس بلعبته وشايف امكانيات لعبته وشايف امكانيات الفرقه المنافسه، ان وسط الملعب هو كل شيء وطرفين الملعب يمين وشمال، وده لما يكون عندك مدير فني بحجم النادي الاهلي وبامكانيات النادي الاهلي وبدكه بدلاء النادي الاهلي ولا يتعامل بهذا الشكل، اعتقد ان الخطا كبير جدا يتحمله لاسارتي. دي نقطه. انا عايز اقول لك ان محلل الاداء لنادي سان داونز كان موجود في مباراه الاهلي والزمالك، يعني الناس متابعه والناس مذاكره والناس طبيعي. بتحضر كويس للمباراه. طبيعي طبيعي، واعتقد ان حجم النادي الاهلي واسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي والقيمه الماديه اللي بيتعامل بها لاسارتي والجهاز الفني اللي معاه على الاقل كان المفروض يبعت واحد يتفرج على بعض المباريات لنادي سان داونز وكمان يتابع له فيديوهات. جنوب افريقيا من دوله من الدول المتقدمه جدا والحديثه كرويا وعندها فيديوهات ممكن تشاهد سان داونز. النقطه الاهم هي وضعيه وطبيعه لعيبه النادي الاهلي. لم اعتاد ولم ارى في تاريخ حياتي، انا بكلمك على اكثر من 40 سنه كوره، ما شفتش مستوى واداء لعيبه النادي الاهلي بهذا الشكل. كل اللعيبه بلا استثناء ما عدا محمد الشناوي فقط لا غير، لا روح ولا ثقه ولا اسلوب ولا حتى ما عدا مين يا كابتن؟ ما عدا مين؟ ما عدا محمد الشناوي، ما عدا محمد الشناوي فقط لا غير، لان طبعا يمكن قدر يعمل اللي هو المفروض يعمله كحارس مرمى موجود في النادي الاهلي، ولكن طبعا على النادي الاهلي مراجعه حساباته. المباراه حتى الان لم تنتهي، ويمكن انا الوحيد
اللي في جمهورية مصر العربية، اللي بكتب على تويتر عندي بلغة إيجابية بحاجة إيجابية فيها أمل. أنا عندي طول ما أنا موجود طول ما أنا عايش هناك أمل. زي ما صن داونز جاب 5 أهداف ممكن النادي الأهلي يعمل نفس الموضوع. صحيح الماتش صعب جدا 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 لأن إمكانيات صن داونز ككورة فرقة ممتازة جدا، وإن كان أثق في كل شيء في كرة القدم وفيها لغز وفيها لوغاريتمات. أنا أتذكر يا كابتن غويب في يوم كنا في 2005 كنا في فاينل دوري أبطال أوروبا، كان ميلان وليفربول وكنا في اسطنبول بنعمل مباراة في الملعب في الاستوديو، كان الكابتن عبد الحميد معلق المباراة. الشوط الأول انتهى 3-0 وانا طلعت على الاستوديو ده علمتني كتير جدا. قلت المباراه انتهت، عدنان حمد قال المباراه انتهت، كل اللي في الاستوديو قال المباراه انتهت. رجع ليفربول في 45 دقيقه عمل 3-3 ولعب ركلات ترجيح وفاز بمباراه وفاز بفاينل دوري ابطال اوروبا. بتديك حق ايه ان زي ما في 90 دقيقه خد فيهم الاهلي 5 اهداف من الممكن كمان هدف ربع ساعه الاولى، هدف ربع ساعه الثاني، هدف ربع ساعه باريس سان جيرمان وبرشلونه، وباريس سان جيرمان وبرشلونه، بروسيا دورتموند عملجه نفس الموضوع في الدقيقه 90 الماتش اتقلب خالص. يعني بكلمك ان كره القدم فيها كل شيء، بس اهم حاجه يكون الثقه دي موجوده عندنا. طيب رد فعل اللعيبه كابتن خالد، يعني انت حملت المسؤوليه ليه لصارت المدير الفني، لكن فين رد فعل لعيبه الاهلي في المباراه؟ وحملت لا من كلامي معاك انا محمل لعيبه النادي الاهلي، انا بعيد عن لصارتي خالص كمدير فني. لو انت جبت 11 لعيبه او 11 تيشيرت فقط لغير النادي الاهلي بيلعبوا جوه الملعب هيكونوا افضل كتير جدا مما كان. بس في الوقت الحالي كابتن مهيب انا عاوز، يعني انا شايف ان انت بتتكلم بايجابيه وشايف ان انت بتتكلم بحرقه كبيره جدا وشايف ان انت نفسك النادي الاهلي يرجع تاني يعمل رومنتادا كبيره جدا زي ما عملتها انديه كبيره جدا. اتمنى ان لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني وكل من هو داخل النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ينسى تماما المباراه ويلعبوا كانها مباراه واحدة فقط لا غير. هو ده اللي المفروض اللي كل جماهير النادي الاهلي وكل اعلام النادي الاهلي يتحدث عن الموضوع. الغريب كمان في النادي الاهلي دلوقتي هي جزئيه الانقسام اللي موجوده في بعض المواقف الاعلاميه. انا ما كنتش اعتاد على النادي الاهلي، وان كان كلنا في الوقت الحالي ورا النادي الاهلي ورا الزمالك واي ورا اي فرقه بتلعب على مستوى افريقيا. طيب رايك في المبررات اللي بتطلع من النادي الاهلي بالهزيمه امام صن داونز؟ يعني اذا كان لازارتي يطلع مباررات طبيعي تعمله، فلازم يطلع مبررات ولازم يقول بعد المباريات عشان يبقى مقنع لنفسه هو قبل الجمهور بتاع النادي الاهلي، وانا اعتقد ان الجمهور الاهلي مش مصدق. اذا كان بعض الاشخاص المسؤولين في النادي الاهلي طلعوا قالوا مبررات، لا النادي الاهلي ولا جمهور النادي الاهلي ولا تاريخ النادي الاهلي يتحمل هذه المبررات. المبررات اللي المفروض نقولها هي ارضيه الملعب استاد برج العرب 90 دقيقه لعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني يرد على المبررات الواهيه التي ليست لها اي اعتبارات في مباراه لن تمحى في ذاكره وتاريخ النادي الاهلي. وبالتالي مبرراتي انا شخصيا انا لا اتقبلها، انا اتقبل فقط لا غير ان اعتذار لعيبه النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي والمدير في النادي الاهلي يكون على ارضيه الملعب باداء يرجع شكل وهيبه النادي الاهلي على المستوى الافريقي حتى وان خرج، ولكن طيب الاداء ممكن يكون بشكل اذا الاعتذار غير مقبول بالكلام من قبل المدير الفني واللعيبه، الاعتذار هو ب يعني نتيجه المباراه القادمه امام صن داونز. وده يا كابتن مهيب اللي كان مفروض من مسؤولي النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي ومسؤولين النادي الاهلي يطلعوا يقولوا الكلام ده، يقول ليست لدينا اي مبررات لهذه المباراه، الاعتذار سيكون في ملعب برج العرب فقط لا غير، ده احتراما لجماهير النادي الاهلي، احتراما طيب للتاريخ واسم النادي الاهلي. شايف مباراه الزمالك واحسنيه اغادير القادمه، يعني نتيجه 0-0 اعتقد ان هي نتيجه خادعه بشكل كبير جدا، لأن الصعود لسه لازال من القاهرة في مباراة الزمالك وحسنية أغادير. أكيد مباراة ممكن تكون خادعة، نتيجة 0-0 هي نتيجة إلى حد ما جيدة بالنسبة لنادي الزمالك على ملعب وسط جماهيره. نادي الزمالك أدى المباراة بشكل محترم جدا بشكل متوازن، حسيت أن نادي الزمالك تقيل في الملعب أمام فرقة منظمة، فرقة عندها سرعات، فرقة عندها إمكانيات، بس الفرقة دي ناقصها 5 لعيبة أساسيين. 5 لعيبة أساسيين هما القوام الرئيسي لفرقة حسنية أغادير. وبالتالي على الزمالك الحرص، على الزمالك العمل بشكل جيد جدا من بداية المباراة. عجبني جروس واحد في تعديله التكتيك لغياب فرجاني ساسي،
ولما عدل التكتيك حصل فيه توازن صحيح. بعض الفرص راحت، الجنش كان جيد جدا، خط الدفاع كان جيد جدا، لعيبه نص الملعب، وعاوز اشيد بطارق حامد تحديدا في المباراه دي لانه كان من افضل اللعيبه اللي موجودين على ارضيه الملعب. وان كان المباراه تقبل القسمه، انا اثق في لعيبه الزمالك واثق في جروس، لان المباراه باذن الله ممكن الزمالك يعديها. طيب. بهدف في بدايه اللقاء يقلب موازين بشكل حسنات اغادير. طيب سريعا بقى كابتن خالد، توقعاتك لمباراه الاهلي وصن داونز القادمه، الزمالك وحسنات اغادير، ليفربول وبورتو البرتغالي في البرتغال، ومان سيتي مع توتنهام. النادي الاهلي طالما انا عايش، طالما انا موجود، طالما يكون عندي امل، ده رقم واحد، ما فيهاش اي ناحيه فنيه، دي رغبه، اصرار، ثقه، عزيمه، تخيل لنتيجه ممكن تقلب موازين كره القدم في افريقيا كلها، وبالتالي طالما في امل انا متواجد، انا موجود. نادي الزمالك اعتقد ان عوده فرجاني ساسي وحمد النكاز بالشكل الجيد اللي هو بيشتغل بيه، وعبد الله جمعه وكل لعيبه نادي الزمالك، اعتقد ان فرجاني هيكون احد العلامات المؤثره في المباراه، وهيكون له دور كبير جدا في مباراه حسنيه اغادير. بس اتمنى من الزمالك التوازن في الاداء، لان حسنيه اغادير زي ما قلت لك عندها خمس لعيبه اساسيين ممكن يرجعوا في المباراه اللي جايه. تمام. البورتو يعني عمل 70% من التاهل، 30% جايين في لشبونه، في مدينه بورتو عفوا. سهل جدا ان البورتو يجيب جون واثنين وثلاثه، الامر هيبقى اسهل، الامر هيبقى مفتوح بشكل كبير للعيبه ساديو ماني وفيرمينيو ومحمد صلاح، فده وجهه نظري ممكن يكون بورتو اقرب بكثير جدا. المباراه الثانيه بورتو اقرب من ليفربول للصعود؟ لا لا لا، ليفربول اقرب. عفوا، ليفربول اقرب. تمام. ليفربول تمام. التوتنهام والسيتي، الخساره النهارده وجهه نظري هي تشكيله جوارديولا. فكر في الدوري قبل ما فكر في دوري ابطال اوروبا. ابقاءه على ساديو على ساني وعلى دي بروين اثر كتير جدا على النتيجه، وان كان السيتي قادر جدا جدا انه يحقق نتيجه 2-3-0 على فريق توتنهام ويصل لدور الاربعه. بشكرك كابتن خالد بيومي طبعا محللنا القروي الكبير على هذه الاطلاله الجميله عبر اللعيب على ام بي سي مصر.